نقطة الضعف. لما تدخلوا أي محل فقدوا البضاعة وبعبسوا فيها وخربطوا هيك وطلعوها ونزلوها وطلعوا فيها مليون عيبة، صاحب المحل ملجمك بقول لك إيه يمكن كذا، بيعطيكم السعر اللي بدكم إياه على طول بدون ما يحكي ولا كلمة. هذا كان واحد من أساليب المفاصل اللي استخدمتهم أم خالد برمضان وجابت عروض ما صارت على كل سيارات تويوتا.